متواصلين معاكم مشاهدينا الكرام في تغطيتنا لمنافسات صعود تل مرعب، وخصوصا مع الفئة المستحدثة في هذا الموسم، الفئة الكهربائية. ينضم لي في هذه الأثناء الزميل العزيز الصحفي السعودي منصور العتيبي. مسي عليك بالخير منصور. مساء النور، يا أهلا وسهلا، سعيد بتواجدي معكم على السنة الثامنة على التوالي، يعطيكم العافية أبوظبي الرياضية. الله يعافيك، ونحن سعداء بتواجدك دائم معنا. خلنا نقول وصلنا تقريبا إلى مسك الختام في مهرجان ليوة، وخلنا نبدأ حديثنا من منصور من هذه الفئة المستحدثة اليوم، فئة كهربائية تتواجد على هذا التل المرعب. كلمني عن هذه الإضافة. طبعا الفئة الكهربائية فئة جديدة استحدثتها مهرجان ليوة أو اللجنة المنظمة في مهرجان ليوة. طبعا الفئة الجديدة بتوفر السيارات الكهربائية في العالم، والفئة الجديدة ذي تعتبر مفاجأة في تل ليوة أو في مهرجان ليوة. طبعا نادي ليوة الرياضي دائما كل سنة يتحفنا بالشيء الجديد والشيء المميز، أول شيء الهيلوكسات، فئة الهيلوكسات حظيت بجمهور كبير وتشجيع كبير ومشاركة كبيرة، وبعدين جابونا الاستعراض الرملي، وبعدين السيارات الكهربائية، وكل سنة عن سنة مهرجان ليوة يصير فيه شيء جديد ويستحدثون فيه شيء يجذب الجمهور ويجذب الحماس. ومثل ما شفنا اليوم يعني السيارات الكهربائية بدايتها صراحة جدا ممتازة وحلوة، يعني وصلوا العرقوب لنهاية العرقوب، وهذا شيء طيب. يعني لسه على إعلانها تقريبا 10 أيام، وما شاء الله شفنا السيارات أداها جدا قوي، وقدروا أنهم يقربون السنسرة ولا يوصلون سيارات طبعا العادية ما توصلها إلا من 2000 حصان وفيها. أنت شايف الوضع هنا. وهذه منصور يعني خلنا نقول انها مجرد بداية، يعني اليوم لما نتكلم عن اول يوم او اول موسم تتواجد فيه الفئة الكهربائية، نتوقع اكيد المزيد في المواسم القادمة بالنسبة لهذه الفئة. انا كان لي جولة العصر في كراجات السيارات المشاركين اليوم، واقول ايش تجهيزاتكم للسيارات الكهربائية؟ قالوا حنا تفاجأنا، لكن تنوع دائما الفئات، مثلا فئة 6 سرندل 8 سرندل، البيكاب الكهربائية يقول احنا دائما نشارك فيها، فمستقبلا حيكون تجهيزهم اكثر، لانه في امريكا يجهزون شاصيه ومحرك كهرباء، وانت ركب السيارة اللي انت تبغى، مثلا تويوتا نيسان بترول، ركب وامشي، اللي انت تبغى الاحصنة اللي تبغاها موجودة، 1000 حصان 900 حصان 1500 حصان، فبيكون تجهيز الكراجات للموسم الجاي بيكون أقوى، بتكون في تجهيز أقوى من اليوم اللي احنا شايفينها. يعني الفئة هذه لسه بادية جديدة، يمكن لها 10 أيام أو أسبوع أعلن عليها نادي ليوة، وما شاء الله شفنا اليوم مشاركين أكثر من 15 سيارة، فمشاركة قوية، والكراجات بيجون بأقوى أقوى، وإن شاء الله السنة الجاية بتشوف شيء أقوى عن السنة هذه. أكيد أكيد إن شاء الله. نحن متواصلين معاك منصور وبتكون معانا موجود، لكن خلنا نشوف مع المشاهدين مشاركة حمدان محمد الغفلي من الإمارات في فئة المركبة الكهربائية، ومن ثم لنا عودة.